published by the internet. The first time that levels of global poverty will go up. The scope of this pandemic is unprecedented. More and more communities are welcoming refugees and women are at the forefront of positive social change. We cannot ignore racism any longer. That the worst effects of climate change can still be avoided. It's more droughts, more floods, more forest fires. ما رأيكم؟ كل شيء يبعث على اليأس. حقاً؟ ليست الأمور كلها سيئة. هناك أناس يفعلون أشياء جيدة في العالم. أعلم، ولكن انظر إلى كل هذا الظلم والمعاناة. هل تظن حقاً أن أفعالنا سوف تحدث فرقاً؟ آسفة على التأخير. أهلاً بك. شكراً. هاي، أزهار جميلة. فعلاً، هناك أطفال يوزعون الزهور على الجميع. رائع. كنا نتناقش حول وضع العالم والشعور الذي ينتابنا بأن أفعالنا أصغر من أن تؤثر على الصورة الأكبر للعالم، إلا أن أي خدمة نشارك فيها مهما تكن صغيرة تساهم في تقليبنا وتحول العالم من حولنا. لنتابع المشاهدة. رغم أن العالم يعاني الكثير من الفوضى والاضطراب، هناك وعي متنام باعتماد البشر على بعضهم البعض وترابطهم كأسرة إنسانية واحدة. في أكثر من 100,000 منطقة حول العالم يستوحي الأفراد والمجتمعات الإلهام من رؤية حضرة بهاء الله حول وحدة الجنس البشري، رؤية تتطلب تحولاً في هياكل المجتمع والعلاقات الاجتماعية. مع سعي الملايين من البشر في ترجمة تعاليم حضرة بهاء الله عن الوحدة والعدالة إلى أفعال، بدأ يحدث تقدم عميق في الثقافة. يعتبر الأفراد أنفسهم نصراء التغيير الاجتماعي ويسعون إلى المساهمة في تحسين أحيائهم وقراهم. المجتمعات التي تتميز بنمط حيوي من التكامل بين العبادة والخدمة تعزز الرفاه الروحي والمادي للجميع. إن تربية الأطفال تتم على أساس تنمية صفاتهم الروحية المتأصلة وتقديرهم لتنوع شعوب العالم ووحدتهم، ويتم تمكين الشباب لاجتياز مرحلة حاسمة من حياتهم وأن يوجهوا طاقاتهم نحو بناء مستقبل تسوده العدالة. تشهد العائلات قدراً أكبر من التماسك والوحدة وتتآلف في مجموعات لتعزيز حياة المجتمع المحلي. إن العلاقات بين الأفراد والمجتمعات والمؤسسات تتحد من خلال التعاون والتعامل المشترك. هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تقريب البشرية من الحضارة العالمية المسالمة والمزدهرة التي ارتآها حضرة بهاء الله. حسناً، هذا يمنحني الأمل بالتأكيد. وأنا أيضاً. بالفعل، إنه أمر يدعو للتفكير. فجلسات الدعاء التي تقيمها وصف الأطفال الذي تشرف عليه ومجموعة الشباب الناشئ، جميعها تساهم في التغيير. نعم، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل. التغيير يستغرق وقتاً. بالضبط. إذا نظرنا إلى المجتمع البهائي قبل 100 عام بعد رحيل حضرة عبد البهاء مباشرة، لوجدناه مختلفاً تماماً. عندما نفكر في مدى ما وصلنا إليه، يمكننا أن نرى أن إنجازات اليوم هي نتيجة لتضحية وشجاعة من سبقونا. بالفعل، البذور التي تم زرعها آنذاك تؤتي ثمارها الآن. هذا صحيح. فهم التاريخ يمنحنا المنظور الذي نحتاجه للمضي قدماً. لنتابع المشاهدة. لم تشهد المدينة جنازة مثل هذه من قبل. عشرة آلاف من المعزين، مسلمين ومسيحيين ويهود، نساء ورجال وأطفال، أغنياء وفقراء، اجتمعوا لأداء واجب التجليل والاحترام لعبد البهاء الذي كان أباً حنوناً لهم جميعاً. كرس عبد البهاء وهو خليفة بهاء الله حياته لتعزيز وحدة البشر. إن محور تلك الوحدة هو ميثاق بهاء الله،
وهو العهد الذي يجسد كلاً من روح وطريقة تحقيق التغيير الإيجابي في بنية المجتمع المعاصر. لقد كفل عبد البهاء الذي عينه حضرة بهاء الله مركزاً للعهد والميثاق وحدة المجتمع، وحافظ على نزاهة التعاليم المباركة. إن أعظم وآخر عطاياه هي ألواح وصاياه التي دشن من خلالها النظم الإداري وعين فيها حفيده الحبيب شوقي أفندي ولياً لأمر الدين البهائي، وبهذا ضمن تداوم قوة العهد والميثاق مع وجود مركز يتجه إليه البهائيون. لم يترك عبد البهاء أحباءه وحدهم. أحياناً أشعر بالوحدة، أعلم أن عبد البهاء معي، لكن اليوم مرة أخرى أخذ أصدقائي يتحدثون بسوء عن الصبي الجديد في فصلنا. هذه المرة بدلاً من عدم فعل أي شيء طلبت منهم أن يتوقفوا، لكنهم بدأوا يسخرون مني. لقد كنت شجاعاً، ليس من السهل دائماً الدفاع عن الصواب. ولكن هذا يشعرني بوحدة شديدة. كثير من أولئك الذين غيروا العالم للأفضل شعروا بالوحدة في بعض الأحيان. كان شوقي أفندي يبلغ من العمر 24 عاماً فقط عندما توفي جده عبد البهاء. كان كسير القلب مهموماً. لقد وضع ثقل العالم على كتفيه. هل لك أن تتخيل أعباءه والوحدة التي شعر بها؟ إنه الآن ولي أمر الدين البهائي. كان مسؤولاً عن ترجمة رؤى حضرة بهاء الله عن حضارة روحية ومادية مزدهرة إلى واقع ملموس. كما واجه معارضة من أولئك الذين لم يرتضوا بالدور الجديد الذي أنيط به. عمته الكبرى بهية خانم ابنة حضرة بهاء الله كانت مصدر مواساة وقوة عظيمتين بالنسبة له. بدعمها له ومعرفته بأن عبد البهاء معه دائماً كرس شوقي أفندي نفسه لأداء دوره ولياً لأمر الله. في عام 1921 كان البهائيون يتألفون من مجموعات من أفراد ومجتمعات، بعضها صغير وبعضها كبير، تنتشر في مختلف أنحاء العالم وتفتقد إلى معالم واضحة لنظم اجتماعي. تعرض البعض منهم للاضطهاد بسبب معتقداتهم، وعانى الكثير منهم مادياً. كيف يمكن بناء هذه الحضارة العالمية بعدد قليل من الناس وبهذه الموارد المحدودة؟ بالطبع، بناء مثل تلك الحضارة يتطلب مشاركة واعية من الجميع. إن كل شعب وكل جماعة، بل في الحقيقة كل فرد، يجب أن يكون قادراً على المساهمة إلى حد ما في تبلور وانبثاق هذه الحضارة العالمية. عدد قليل جداً من الناس كان قد سمع عن رسالة حضرة بهاء الله في ذلك الوقت، فكيف كان من الممكن إيصالها لكل شعوب العالم؟
في ألواح الخطة الإلهية المواجهة إلى البهائيين في أمريكا الشمالية كمنفذين لهذه الرؤية العالمية، قدم حضرة عبد البهاء دستوراً لنمو وتعزيز دين الله. في طيات تلك الألواح تكمن بذور البعث الروحي للعالم وبزوغ تلك الحضارة. ولكن كيف ستعمل هذه الحضارة المستقبلية وتحقق غايتها؟ كيف سيتم اتخاذ القرارات؟ كيف يصبح كل صوت مسموعاً؟ هناك حاجة إلى نظم إداري يمكنه العمل على رخاء الجميع وتلبية احتياجاتهم. قدم بهاء الله تصوراً عن هذا النظام، ووضع عبد البهاء مخططاً للنظم الإداري البهائي في ألواح وصاياه. والآن حان الوقت ليبدأ شوقي أفندي في بنائه. منذ وفاة حضرة عبد البهاء وخلال فترة الكساد الاقتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، استجاب البهائيون رغم قلة عددهم لتوجيهات شوقي أفندي بحب وإيمان. استمروا في مشاركة تعاليم بهاء الله مع الآخرين، وبدأوا في تشكيل المحافل الروحانية المحلية. ترى هل كان بإمكانهم أثناء تأسيس هذه المؤسسات الجديدة أن يتخيلوا كيف يتوجه الناس اليوم في العديد من الأماكن إلى المحافل الروحانية المحلية طلباً للهداية والاستنارة؟ هذه المحافل تعمل على تطوير قدراتها لدرء المعاناة وتخفيفها في المجتمعات التي هي جزء لا يتجزأ منها. اليوم في بعض الأماكن تعمل الحكومات المحلية والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع هذه المحافل للنهوض بمجتمعاتها، حيثما تم تشكيل عدد كاف من المحافل المحلية مهدت الطريق لانتخاب محافل روحانية مركزية جديدة. تحت هداية شوقي أفندي، فإن النظم الإداري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من تطور دين الله وقدرته على بناء المجتمع، أخذ في التبلور والتشكل. ومع تأسيس أركان النظم الإداري، أصبح من الممكن بدء عملية تكشف الخطة الإلهية بصورة منهجية، وبتشكل المجتمعات المركزية البهائية وبلوغها النضج واحداً تلو الآخر، تبنى كل منهم خطته الخاصة. في مستهل الحرب العالمية الثانية، عندما بدأت الدول في إطلاق جيوش للقتال والغزو، نهض البهائيون لإعداد جيش لنشر المحبة. فعلى مدى العقود التالية، وابتداءً من المجتمعات البهائية في أمريكا الشمالية ومهد الأمر، إلى حد كبير استجاب الأفراد والعائلات لخطط شوقي أفندي بشجاعة وعزيمة. علاوة على السفر إلى المدن والبلدات عبر قارتهم، سافر بهائيو أمريكا الشمالية إلى بلدان في أمريكا الوسطى والجنوبية، بينما سافر بهائيو مهد الأمر إلى بلدان في الشرق وما وراءه. فعلى الرغم من مواجهة العديد من التحديات والصعوبات، تركوا بلدانهم لمشاركة رسالة الوحدة والسلام مع الناس في جميع أنحاء العالم. الذين اعتنقوا دين حضرة بهاء الله كانوا أفراداً من جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك ماري ملكة رومانيا، وهي أول ملكة تعتنق البهائية. كتب شوقي أفندي آلافاً وآلافاً من الرسائل التي توجه وتلهم وتشجع الأفراد والجماعات والمؤسسات البهائية. قدم بصائر عميقة ووضع الأساس لرؤية رائعة للمستقبل.
لقد ترجم الكتابات البهائية إلى اللغة الإنجليزية، وقام بتبيين النصوص المقدسة، وطور المركزين الروحي والإداري للدين البهائي في الأرض المقدسة. إن ميراثه الهائل من شأنه أن يرشد البشرية لقرون قادمة. على الرغم من أن شوقي أفندي كان يحظى بهدي ورعاية ربانية، إلا أن هذا لا يعني أنه لم يتكبد العناء. مرت عليه لحظات من الحزن العميق والألم. ماذا كان يفعل في تلك اللحظات؟ كان يتوسل بالدعاء، ثم يقدم على العمل وهو يعلم أن عبد البهاء سوف يعينه. أنا أيضاً ذاهب للدعاء، وغداً سوف أصادق الصبي الجديد. Germany invades Poland and the free state of Danzig. Six, the first atomic bomb hit Hiroshima. Peace and a final end to history. The 51 United Nations have organized to get the civilized... This universal declaration of human... أش كنت تشوف؟ ها؟ وبخصوص المدرسة. احنا ندرس تاريخ الأربعينات والخمسينات. بس أنا فارح جداً أني ما كنت عايش في هذاك الفترة. هذه الأيام كانت من الأيام المظلمة في التاريخ، ولكن كان فيها أيضاً بوارق من النور. بوارق من النور؟ إيش قصدك؟ كان هذه الفترة هي التي دعا فيها حضرة شوقي أفندي البهائيين لأخذ رسالة حضرة بهاء الله إلى جميع أنحاء العالم. جدك وجدتك كانوا من الذين لبوا هذه الدعوة. صدق؟ هذا ممتاز. نعم، ولكن لم يكن الأمر سهل مثل ما تتصور. تركوا بيتهم، أشغالهم، راحتهم، تركوا كل شيء وراءهم. حتى عندما ودعوا أهلهم كانوا على علم أنها قد تكون المرة الأخيرة الذي يشوفوهم فيها. بالإضافة إلى أن السفر كان صعب جدا في ذلك الوقت. بس كيف قدروا يفعلوها؟ نعم، لقد فعلوا ذلك بدافع الحب النابع من قلوبهم لحضرة بها الله وللبشرية. بالإضافة إلى أنهم كانوا على علم بأن رسالة حضرة بها الله لا تقتصر على البهائيين فقط، وإنما هي للعالم أجمع. واو، خليني أوري لك شيء. फिर प्यासी धरती पर प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म بحلول عام 1953 ازدادت قدرة المجتمع البهائي بشكل كبير، بحيث أصبح بإمكان حضرة شوقي أفندي الدعوة إلى أول مسعى روحاني عالمي النطاق، مشروع جماعي مدته 10 سنوات يكشف المزيد من خطة حضرة عبد البهاء الملكوتي. استجاب البهائيون على الفور، كباراً وصغاراً، أغنياء وفقراء، ضعافاً وأصحاء، فرادى أو مع عائلاتهم.
تاركين كل شيء وراء ظهورهم ليسافروا إلى أماكن نائية غير معروف لهم حتى تصبح تعاليم حضرة بهاء الله في متناول الجميع. يمكن لأي رواية تاريخية أن تحصي كل التضحيات والأعمال البطولية التي أنجزتها تلك النفوس المتفانية. كان العديد من التقوا بهم يتوقون إلى مثل هذه التعاليم، وسرعان ما بدأوا يعملون سوية من أجل خير البشر وصلاح العالم. أها، إذا العيش في هذاك الزمان ما كان سيء لهذه الدرجة. طيب، فجي بعد الظهر اليوم؟ أنا مش كويس في هذه الأشياء، يعني أتكلم مع الناس اللي ما أعرفهمش. هم مش غرباء، هم ناس من حارتنا. أيوة، بس الكل مشغولين جدا، ما أعتقدش إنهم بيهتموا بهذا النوع من الحوارات. وكمان على الإضافة مشتش أفرض نفسي على أحد. أصلا الموضوع مش محاولة إقناع الآخرين بأي شيء. الهدف هو خلق فضاء فيه نسمع بعضنا البعض، شوف كيف نقدر نعمل مع بعض عشان نطور حالتنا. شفت ان الناس يعني بالفعل يشاركوا في الحوارات الهادفة. بس هل تعتقدي ان الحوار يقدر يغير اي شيء؟ فكر في خطة العشر سنوات. آلاف الحوارات من هذا النوع حدثت في هذه الفترة، مما ادى الى تغييرات عظيمة. عادني شفت هذا الفيديو الرائع، كيف إنه الحوارات الهادفة تقدر تغير حياة الشخص. ولدت في ألمانيا عام 1921 في نهاية الحرب العالمية الثانية. أصبحت أسيرة حرب في إيطاليا. في السجن كانت تدور مناقشاتنا غالباً حول معنى الحياة والدين. أخذ قلبي وعقلي ينفتحان على أفكار جديدة. بعد فترة وجيزة من عودتي إلى ألمانيا التقيت بزوجي لأول مرة. لقد خدم مع فرقة مدرعة في شمال إفريقيا. أصبحنا أصدقاء مع مجموعة من البهائيين، وتعرفنا على تعاليم بهاء الله حول وحدة الدين ووحدة الجنس البشري. إنها حقاً كانت رسالة مذهلة بالنسبة لنا. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أصبحنا بهائيين. في عام 1957 ذهبنا للزيارة والتقينا بولي أمرنا المحبوب، ولما علم أن زوجي قد حارب في إفريقيا شجعه على العودة، لكن هذه المرة برسالة حب. في الخامس من يوليو عام 1959 وصلنا مع أطفالنا الستة إلى جنوب غرب إفريقيا خلال فترة الفصل العنصري الصارم. كان ممنوعاً على الأشخاص من أعراق مختلفة أن يكونوا أصدقاء، ولعدم السماح لنا بالتجمع علانية كنا نعقد الاجتماعات في منازلنا لدراسة كتابات حضرة بهاء الله. على الرغم من كل هذه الصعوبات كنا ممتنين لمجرد وجودنا معا. بعد بضع سنوات تم انتخاب أول محفل روحاني محلي. كانت هذه بداية النظم الإداري البهائي في ناميبيا. ها، إذن خلاص بنضمكم بعد الظهر اليوم. طيب، بس تعرفي قصة هذيك الأيام ما كانت كلها قصة انتصارات. مع كل انتصار كان هناك أزمات لازم يتغلبوا عليها. أي نوع من الأزمات؟ على سبيل المثال
كان هناك وباء الأنفلونزا في عام 1957، وكان حضرة شوقي أفندي في لندن ومرض وتوفي فجأة وبشكل غير متوقع، وكانت هذه صدمة رهيبة للعالم البهائي بكله. وحدث كل هذا في منتصف خطة السنوات العشر، بس مع أنه حضرة شوقي أفندي قد توفي إلا أن العملية اللي بدأها بقيت مستمرة. خليني أوري لي الشيء. بوفاة حضرة ولي أمر الله وصعود روحه الطاهرة سعد شعور غامر من الحزن والأسى. كما كانت مرحلة ترقب بالنسبة للبهائيين، كيف ستدار شؤونهم وكيف يتلقون الهداية والإرشاد؟ بعد مراسم الدفن مباشرة اجتمع الرجال والنساء الذين كان شوقي أفندي قد عينهم باعتبارهم أيادي أمر الله في الأرض المقدسة. هذه النفوس البارزة المكلفة أساساً بحفظ وحماية وترويج أمر الله أصبحوا مسؤولين عن تنسيق شؤون المجتمع البهائي إلى حين يصبح انتخاب بيت العدل الأعظم ممكناً. إن قوة العهد والميثاق في صون وحماية الوحدة والاتحاد برزت جلية في ولاء المجتمع البهائي الراسخ لأيادي أمر الله. قام أيادي أمر الله بالسفر حول العالم بلا كلل، وهم يشجعون البهائيين ويغذون مشاعرهم الإيمانية لاستكمال خطة حضرة ولي أمر الله العالمية. بابا مونغو واما بيسي سامينا بزانغو ميمينا كفوفو ماسكيني دلياكو مع نهاية الخطة كان المجتمع البهائي قد حقق خلال 10 سنوات أكثر مما كان تحقيقه ممكناً في القرن المنصرم. تضاعف عدد البلدان والأقاليم التي يقيم فيها البهائيون ليصل إلى 259 في أكثر من 14,000 منطقة محلية. أنشئ 56 محفلاً روحانياً مركزياً، والآلاف من المحافل الروحانية المحلية كانت تعمل لصلاح وازدهار المجتمعات حول العالم. وبهذا تم تشييد أسس وأركان النظم الإداري.
في يوم 21 من إبريل عام 1963 اجتمع أعضاء 56 محفلاً روحانياً حول العالم في بيت عبد البهاء في حيفاء من أجل انتخاب بيت العدل الأعظم، وهو الهيئة الإدارية العليا للدين البهائي. أقيم هذا الحدث التاريخي بالغ الأهمية بعد مضي 100 عام تماماً على إعلان دعوة حضرة بهاء الله في بغداد. قدم أيادي أمر الله بطلب إعفائهم من الانتخاب العضوية في هذه المؤسسة حتى يتمكنوا من أداء الخدمات التي أوكلت إليهم من قبل حضرة ولي أمر الله. لقد شرع حضرة بهاء الله إنشاء بيت العدل الأعظم في الكتاب الأقدس، وهو كتاب التشريع في الدين البهائي، ونص حضرة عبد البهاء مؤكداً ذلك في ألواح وصاياه، وكرس حضرة ولي أمر الله 3 عقود لتهيئة العالم البهائي لانتخابه. وعبر سلطة بيت العدل الأعظم الإدارية استمر ميثاق حضرة بهاء الله في تحقيق هدفه الأسمى الواهب للحياة. العقود الثلاثة التالية كانت سنوات زاخرة بالتقلبات والأحداث والابتكار. العقود الثلاثة التالية كانت سنوات من التعلم المكثف والتجريب والمراس. مرحباً آشا، أنا بخير شكراً. أعمل على العرض الذي سأقدمه في المدرسة الصيفية، إنها تسير على ما يرام. أي دعوة؟ أوه، تقصدين لجلسة المراجعة والتقييم؟ نعم، تلقيتها. في الحقيقة لم أكن أخطط للذهاب، لم أعد أستضيف جلسة دعاء. في البداية كانت تسير بصورة جيدة، ولكن بعد مدة توقف الناس عن المجيء، لذا قررت إيقافها. أفهم ذلك، لكني لست متأكدة أن لدي شيء يستحق المشاركة. حسناً، سوف أفكر في الموضوع وأعلمك. وداعاً آشا. إن تطبيق تعاليم حضرة بهاء الله في حياتنا ولتلبية حاجات المجتمع أمر يجب تعلمه.
with a heart full of joy and gladness, I greet and welcome all the beloved friends who are assembled here for the purpose of celebrating the most great jubilee. In this room, you have people from all the continents of the world. You have people from so many tribal backgrounds, so many religious backgrounds. This is a religion of love. في عام 1963 شرع بيت العدل الأعظم في توجيه المجتمع البهائي من خلال سلسلة من الخطط متبعاً النهج الذي بيّنه حضرة شوقي أفندي. خلال العقود التالية واصل البهائيون بحماس وتفاني نشر رؤى حضرة بهاء الله حول وحدة البشرية في جميع أنحاء العالم. ازدهرت التعابير الفنية في مشاركة التعاليم مع الآخرين. الموسيقى والفنون التعبيرية والدراما لمست القلوب وجذبت النفوس. قاد الشباب هذه الحركة، فبالاعتماد على أثر الدعاء وبوحي من الأعمال البطولية لمؤمنين ومؤمنات في عمر الشباب، نهضوا بعزيمة وحماس لأداء دور حيوي في هذا المشروع الروحاني. In a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. في أماكن متفرقة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية اعتنق مئات الآلاف الدين البهائي. وفي نفس الفترة أصبح ملك ساموا ماليتوا تانومافيل الثاني أول رئيس دولة يعتنق الدين الجديد. على مدى 30 عاماً تضاعف عدد المحافل الروحانية المركزية 3 مرات ليصل إلى 174 محفلاً، مما أدى إلى تقوية وتعاظم النظم الإداري الذي شيده شوقي أفندي وتعزيز البنيان الذي على أساسه يصبح تحقق رؤى حضرة بهاء الله عن حضارة عالمية النطاق ممكناً. مع تزايد استحكام أسس الدين، بدأ البهائيون بتطبيق تعاليم حضرة بهاء الله على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي يعيشون فيها، مما أدى إلى ظهور الآلاف من المبادرات على المستوى المحلي في جميع أنحاء العالم. تولدت مئات المشاريع المستدامة في مجالات التعليم والصحة ومحو الأمية والزراعة. وظهر العديد من المنظمات التنموية المستوحاة من التعاليم البهائية من أجل رفاه وازدهار الجميع. إن حضرة عبد البهاء أول من أطلق مثل هذه المبادرات بدءاً من تأسيس مدارس للفتيات والفتيان على حد سواء في مهد الأمر، وإنشاء العيادات الطبية وتشجيع البرامج التي تهدف إلى الازدهار الاجتماعي والاقتصادي. إلى يومنا هذا، البهائيون في إيران على الرغم من الاضطهاد المستمر الذي لا هوادة فيه يبدون صموداً غير عادي وحباً وشجاعة وتفان بطولي، ومستمرون في المساهمة في النهوض بالرفاه الاجتماعي والروحي والمادي لبلدهم ومواطنيهم.
بحلول التسعينيات من القرن الماضي ازداد ثراء التنوع العرقي والثقافي للمجتمع البهائي حول العالم بشكل كبير وتطورت هويته. The fundamental spiritual truth of our age is the oneness of humanity. وأصبح الدين البهائي معترفاً به بشكل متزايد في المحافل والمؤتمرات الوطنية والدولية ليصبح ثاني أكثر الديانات انتشاراً في العالم من حيث التواجد الجغرافي. نتيجة لهذا النمو السريع ظهرت العديد من التحديات، فوجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين اعتنقوا التعاليم البهائية لم يؤدي في حد ذاته إلى بناء حياة مجتمعية نابضة بالحياة، كما أن الموارد استنزفت في محاولة استمرار تعميق مئات الآلاف من الناس في رسالة حضرة بهاء الله. وباتساع دائرة تنوع الأشخاص الذين يدخلون في دين الله أو يشاركون في أنشطته، أصبحت الحاجة إلى العمليات التي تبني وتعزز الوحدة أكثر وضوحاً. فالتعصبات المتأصلة الموروثة عبر أجيال لا حصر لها تطلبت جهوداً واعية ومتضافرة لعلاجها. أسئلة كثيرة برزت: كيف يمكن إعطاء المرأة صوتاً متساوياً في عالم غير متوازن يهيمن عليه الرجال؟ كيف يتم تلبية الاحتياجات التربوية والتعليمية لأعداد كبيرة من الأطفال بصورة منهجية؟ كيف تعمل المحافل المحلية على تلبية احتياجات مجتمعات سريعة النمو؟ ماذا ستكون طبيعة الجهود التعليمية التي بإمكانها رفع القدرات لمواجهة هذه التحديات الملحة؟ هذا دفع العالم البهائي نحو عملية تعلمية مكثفة تم فيها اختبار العديد من الاستراتيجيات والطرق والأساليب الجديدة. لعبت مؤسسة المشاورين دوراً حاسماً في توجيه هذه العملية، وكان قد تم إنشاء هذه المؤسسة بواسطة بيت العدل الأعظم لتوسيع وظائف أيادي أمر الله. عن طريقها يوجد الآن نظام يمكن من خلاله تحليل الدروس المستفادة في مكان ما بسرعة ومشاركتها مع المجتمع البهائي بأكمله، ليتم بذلك إثراء عمليات المشورة حول العالم وتحفيز العمل المستدام وبناء القدرات وبث الثقة. اليوم تواصل مؤسسة دار التبليغ العالمية جنباً إلى جنب مع هيئات المشاورين القارية ومعاونيهم تعزيز هذا الدفق التعلمي. في لوح الكرمل أصدر حضرة بهاء الله دستور تأسيس وتطوير المركز الروحاني والإداري لدين الله.
في عام 1996 وصل المجتمع البهائي إلى نقطة تحول بعد سنوات من الخبرة المكتسبة على مستوى المجتمعات المحلية في مناطق معينة من العالم. دعا بيت العدل الأعظم إلى إنشاء شبكة من المعاهد التدريبية، وهي أداة ذات إمكانيات غير محدودة. أدى ذلك إلى بدء عملية بناء القدرات داخل كل مجموعة من السكان لتتولى بنفسها مسؤولية تقدمها الروحاني والاجتماعي والمادي. لقد دخل المجتمع البهائي الآن مرحلة جديدة من التعلم والتطور. أهلاً آشا، ربما حان الوقت لأتعلم كيفية التعلم. سآتي إلى لقاء المراجعة والتقييم، أود أن أسمع ما تعلمه الآخرون، وبالطبع يسعدني أيضاً مشاركة تجاربي الخاصة. من يدري، ربما يمكنني أن أبدأ جلسة الدعاء مرة أخرى. أراك غداً. وداعاً. جميل جداً. الأطفال سيحبونها. مرحباً. أهلاً. أراكم غداً. حسناً. إذا أخبرني أحدهم قبل 6 أشهر أنني سأجلس هنا وأصنع الزهور الورقية لصف الأطفال في الحي الذي أعيش فيه، ما كنت لأصدقه. في الحقيقة، قبل أن ألتقي بالبهائيين، لم يكن لدي خبرة في تعليم الأطفال، بل لم أفكر أبداً في إمكانيتي أن أكون في خدمة الحي الذي أعيش فيه. رائع أنك تساعدين في صف الأطفال، ورائع أننا نستطيع تحضير صفوفنا معاً. فعلاً، منذ أن بدأنا هذه الاجتماعات المنتظمة حصلت على العديد من الأفكار الجديدة لفصلي. بالمناسبة، كيف تنوين تنفيذ الجزء الخاص بحفظ النص هذه المرة؟ ربما بالتفاعل الحركي؟ حقاً؟ هل يجب أن يحفظوا مقتطفاً من النصوص مرة أخرى؟ أنا أعني، الأمر ليس سهلاً على بعضهم، حتى بالنسبة لي أجد صعوبة في حفظ المقتطفات في حلقة الدراسية. دعينا نتخطاه. هل يمكننا الاكتفاء بشرح المقتطف ثم الانتقال إلى القصة؟ إنهم يحبون هذا الجزء. فعلاً، إن الأطفال يحبون القصص. كثيراً ما فكرت في السبب الذي يدعونا لحفظ النصوص الإلهية. يمكننا قراءة المقتطف فقط، لكنه في الحقيقة لا يترسخ في قلوبنا وعقولنا. أفكارنا تؤثر في أفعالنا، فعندما نحفظ هذه الكلمات فإنها تنطبع في أذهاننا، وبالتالي تزداد إمكانية التعبير عنها في عملنا وسلوكنا. هذا صحيح جداً. عندما ينفد صبري فأنا أتذكر أن لسان الشفقة جذاب للقلوب. نعم، هناك قوة مكنونة في الكلمة الإلهية، إن لها تأثير خلاق في عالم الوجود، فهي تفتح القلوب وتستطيع أن تبدلنا. انظري هنا. في قلب جميع دورات المعهد التدريبي تكمن الكلمة الإلهية الخلاقة. عندما يشارك الناس في هذه الدورات، يعمقون فهمهم للتعاليم البهائية، ويطورون القدرة على تلبية الاحتياجات الروحية والمادية لقراهم وأحيائهم. إن مفهوم المعهد التدريبي ليس بالشيء الجديد. حضرة عبد البهاء أشار بنفسه في ألواح الخطة الإلهية
إلى تدريب المبلغين والمعلمين، كما شجع وحث على إنشاء فصول دراسية منتظمة لإعداد المعلمين في مهد الأمر. على مدى 25 عاماً شاركت أعداد متزايدة من الناس في برنامج المعهد، الأمر الذي أدى إلى ظهور مجتمعات جديدة نابضة بالحياة وذات هدف، الجميع مرحب بهم. هناك إدراك جديد للعلاقة بين كل من الفرد والمؤسسات والمجتمع، وكيف أن أدوارهم تكاملية في بناء عالم أفضل. الأفراد يرون أنفسهم نصراء التغيير ومسؤولين عن نموهم الروحي، بينما يساهمون في الوقت نفسه في تنمية المجتمع. والمؤسسات تسعى إلى الرعاية والتشجيع والتوجيه وخلق بيئة من الثقة والدعم. في قلب هذه المجتمعات النابضة بالحياة تكمن الخدمة والعبادة، وهما جانبان أساسيان لا ينفصلان من جوانب الحياة، يمتزجان ويرتبطان معاً في مؤسسة مشرق الأذكار، حيث يشرق ويرتفع ذكر الله التي وصفها حضرة عبد البهاء بأنها واحدة من أعظم المؤسسات في العالم. دار العبادة مكان للتعبد والتأمل، يجب أن يحاط بمؤسسات إنسانية كالمدارس والمستشفيات ودور الأيتام تخدم الساكنين حولها. تم بناء أول دار عبادة في عام 1908 في مدينة عشق أباد بتركمانستان. في عام 2016 شهد العالم استكمال آخر دار عبادة قارية في سانتياغو تشيلي. منذ ذلك الحين بدأ بناء مشارق الأذكار المحلية والمركزية في أجزاء مختلفة من العالم لتكون بمثابة منارات تضيء البسيطة. في المناطق التي ترسخ فيها عمل المعهد التدريبي بشكل قوي تبرز جهود العمل الاجتماعي، وتستند هذه الجهود الهادفة إلى التقدم المادي إلى تطبيق المبادئ الروحانية لتحسين الظروف الاجتماعية. إنها حصيلة الوعي الجماعي المتنامي للاحتياجات الاجتماعية والروحية والمادية للمجتمع، فضلاً عن الرغبة في المساهمة في مدنية دائمة التقدم. نظراً للكم الهائل من التعلم المتولد ومن أجل ازدهار الجهود المبذولة في هذا المجال، أنشأ بيت العدل الأعظم في عام 2018 مؤسسة جديدة في المركز البهائي العالمي، هي المنظمة البهائية العالمية للتنمية. القدرات التي تم بناؤها في مجال العمل الاجتماعي تثري أيضاً مشاركة البهائيين في الحوارات السائدة في المجتمع. من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني إلى المستوى العالمي، يشرك البهائيون قادة المجتمع والمنظمات والوكالات الحكومية في مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لحياة المجتمع، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل، تحديات الهجرة والاندماج، التخفيف من حدة الفقر، القضاء على التمييز العنصري، التنمية البيئية والتنمية المستدامة. يتم تبادل خبرات المجتمع البهائي عالمياً مع العديد من المنظمات الدولية من خلال 5 مكاتب للجامعة البهائية العالمية. من أهم هذه المنظمات الأمم المتحدة، حيث تتمتع الجامعة البهائية العالمية بالصفة الاستشارية لدى اليونسكو واليونيسف، وتساهم في الحوارات حول النظم والسياسات على المستوى العالمي. منذ ما يقرب من 100 عام تحدث حضرة شوقي أفندي عن قوة بناء المجتمع المتأصلة في دين الله، وهي قوة يمكنها إعادة إحياء الفرد وتجديد قواه وإعادة بناء عالم محطم. اليوم يمكن رؤية بوادر حركة هذه القوة في التحول الاجتماعي الذي يحدث في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى الناس إلى ترجمة تعاليم بهاء الله إلى أفعال. العادات والتقاليد
وأنماط التعبير السائدة تبدأ في التغيير، وحتى مظاهر وسمات الثقافة تبدأ في التقدم والازدهار. هذه تجليات خارجية لتحول داخلي أكثر عمقاً يؤثر في نفوس كثيرة. هذا مذهل. الآن أدرك كيف يمكن لصف الأطفال الذي نديره أن يساهم في تشكل الصورة الأكبر. تماماً، فصلنا رغم صغر حجمه يساهم في الصالح العام. أخبريني المزيد عن هذا التغيير في الثقافة. أحد جوانب هذا التغيير يكمن في إعادة تعريف العلاقات. علاقتنا مع الخالق، علاقتنا مع بعضنا البعض، وحتى مع الأرض. على سبيل المثال، في المناطق التي تزدهر فيها عملية المعهد، نلاحظ تحولاً في طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل. تجديهما يعملان معاً على مواجهة التعصبات المتجذرة والممارسات المشحفة. في السابق كنا نشهد ثقافة تتسم بالإجحاف والتعسف، بينما نرى الآن ظهور ثقافة المساواة، والمرأة قد أصبحت في طليعة التحول المجتمعي. دعيني أريك شيئاً. إنها قصة قديمة قدم الزمان نفسه. حتى قبل ولادتها حاولوا إخفاءها كما يفعلون في خدعة سحرية، لكن حضورها كان ملحوظاً حتى في غيابها. عندما ولدت، بدلاً من تبادل أكياس الحلوى، تقاسموا أكياساً من الحزن والأسى. ولما أعطيت كان نصيبها الأصغر والأقل والأخيرة، وفي أحيان كثيرة لا شيء على الإطلاق من الغذاء والراحة والتعليم والاحترام. إذا ذهبت إلى المدرسة كان عليها أن تكون حريصة ألا تتعلم كثيراً، لا تتكلم كثيراً، لا تشاهد كثيراً، لا تشغل مساحة كبيرة. يجب أن تجعل نفسها أصغر وأصغر، أن تثني نفسها في أشكال صامتة مقيدة مكبوتة، تتعلم أن جسدها ليس منزلاً آمناً لروحها. ولكن الآن مع هذا اليوم الجديد، قصة جديدة يتم كتابتها، قصة تحل خيوط قصص الماضي كلها، قصة تقف فيها النساء جنباً إلى جنب مع الرجال. وحتى قبل ولادتها يحتفلون ويترقبون قدوم روح جديدة، وعند ولادتها تبتهج الأسرة والقرية والمدينة والأمة كلها. ستحظى بالرعاية والراحة والتعليم والاحترام، ستذهب إلى المدرسة، لديها الكثير لتتعلمه، لتفهمه، لتتحدث عنه ولتعلمه. ستكبر وتنمو، ستحيا وتحلم، ستحقق وتنجز، وستدرك أن صوتها قوي. سوف تنهض، سوف تكسر الأنماط الصامتة المقيدة المكبوتة، إلى أن تزهر وتزدهر عائلتها، قريتها، مدينتها وأمتها. اليوم وبعد قرن كامل من المساعي الجمعية، بدأنا نتبين كنوز الحكمة المكنونة في ألواح وصايا حضرة عبد البهاء وألواح الخطة الإلهية. الملايين من الرجال والنساء في أنحاء العالم يتوجهون بقلوبهم إلى عبد البهاء كمثل أعلى، ويسعون للسير على خطاه. شيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم يسعون إلى موائمة حياتهم مع تعاليم حضرة بهاء الله ظاهرياً وباطنياً، ويعملون بوعي نحو بناء حضارة عالمية مزدهرة ترفل في سلام. ما تم تحقيقه في 100 عام أمر لا يصدق. ترى كيف ستبدو 100 عام القادمة؟ هذا يعتمد علينا. لكل منا دور يؤديه. أفعالنا سوف تؤثر على المستقبل. أعتقد أن علي ألا أتخلى عن مجموعة الشباب الناشئ. وكذلك أنت بالنسبة لصف الأطفال. وأنا مع حلقة دراسية هذه. Thank you.
لقد سطرتم قصة تكشف الخطط الإلهية في سجل أعوامها المئة الأولى. وأمامكم أحبتنا الأعزاء قد بسطت صحيفة المستقبل ناصعة لتخطوا عليها أنتم وأعقابكم الروحانيون جلائل أعمالكم الطاهرة الخالدة المتسمة بالبطولة والتفاني من أجل خير وصلاح العالم.